نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية M24 مشاهدينا أهلا بكم، ونستهلها بالحدث الأبرز وزلزال تركيا الجديد، حيث وقع طازة أرضية بقوة 6.4 جنوب البلاد. الهزة تعد الأشد من سابقاتها، حيث خلفت حالة من الذعر بين السكان. مروان مولودي. ضرب زلزال جديد بقوة 6.4 درجات مساء الاثنين جنوب تركيا، وهو الأكثر شدة منذ زلزال 6 فبراير الذي خلف أزيد من 41 ألف قتيل في البلاد، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية. الهيئة أشارت إلى أن الزلزال ضرب في الساعة 8:04 بالتوقيت المحلي، أي في الساعة 5:04 بالتوقيت العالمي. وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، كما تسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة، حيث انهارت جدران بعض المباني والتي تضررت بشدة. ووفقا لهيئة إدارة الكوارث التركية، فقد تم تسجيل أكثر من 6000 هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7.8 درجات جنوب تركيا وسوريا. نبقى مشاهدينا في تركيا، حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال زيارة للبلاد للاطلاع على جهود الإنقاذ، أعلن عن مساعدات إضافية ب100 مليون دولار جراء الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا قبل أسبوعين. هناء حاجي في المتابعة. واشنطن ستدعم حليفتها تركيا طالما اقتضى الأمر ذلك بعد الزلازل المدمرة التي هزت تركيا وسوريا قبل أسبوعين. هذا ما جاء على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين خلال لقاء جمعه بنظيره التركي مولوتشاويش أوغلو في أنقرة. بلينكين قال: عندما ترى حجم الضرر وعدد المباني وعدد الشقق وعدد المنازل التي دمرت، فستدرك أن إعادة الإعمار تتطلب جهودا كبيرة، لكننا ملتزمون بدعم تركيا. هذا وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت فريق بحث وإنقاذ وإمدادات طبية ومعدات وتمويلا إضافيا في شكل مساعدات إنسانية بقيمة 85 مليون دولار تشمل كلا من تركيا وسوريا. قال مسؤول بالأمم المتحدة على هامش الدورة العادية 36 لجمعية الاتحاد الأفريقي، قال إن أفريقيا تواجه صدمات مناخية شديدة، وستكون تجربة الصين في التعامل مع تغير المناخ مفيدة للغاية للقارة. رغد قبري في المتابعة. على هامش الدورة العادية 36 لجمعية الاتحاد الإفريقي، مسؤول بالأمم المتحدة قال إن إفريقيا تواجه صدمات مناخية شديدة، وستكون تجربة الصين في التعامل مع تغير المناخ مفيدة جدا للقارة. مؤتمر الاتحاد الإفريقي عرف حضور القادة الأفارقة ومسؤول الأمم المتحدة وقادة المنظمات الدولية المختلفة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. مساعد الأمين العام للأمم المتحدة والمدير العام للمجموعة الإفريقية لاستيعاب المخاطر إبراهيم شيخ ديونج أكد في لقاء صحفي إلى أن حل أزمة المناخ في إفريقيا أمر ملح. وفي مقابلة مع تلفزيون الصين المركزي، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى تحرك عالمي للتعامل مع مخاطر تغير المناخ في إفريقيا. إلى الأخبار الوطنية، حيث تتواصل العمليات المكثفة بالميناء الترفيهي مارين أسمير من أجل حماية الساحل من مخاطر التلوث عقب حادث جنوح سفينة تجارية بعرض ساحل عمالة المضيق الفنادق. المزيد في تقرير عبد اللطيف بن طالب. سفينة تجارية تتقاذفها أمواج ساحل المضيق إثر تعرضها لحادث جنوح، ما أسرع بتدخل عناصر الإنقاذ التابعة لمختلف الأجهزة الوطنية لإنقاذ 8 من أفراد طاقم السفينة والبحث عن شخص مفقود. السفينة كانت آتية من أحد مواني الأوروغواي وتتجه نحو لبنان، غير أن عطبا في محركها أدخلها وسط ظروف غير مواتية للملاحة قبالة ساحل منطقة مارينا سمير بمدينة المضيق. جهود فرق التدخل انكبت على تأمين وحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من خزان وقود هذه السفينة الجانحة، عبر تسخير كافة التجهيزات اللازمة
مع البحث عن سبل إنجاح عملية إزاحتها من محيط الميناء. في خبر آخر، شرعت مؤسسة محمد الخامس للتضامن اليوم الاثنين بإقليم تارودانت في عملية إيصال المساعدات الإنسانية لفائدة ساكنة المناطق القروية والجبلية المتضررة من موجة البرد القارس والتساقطات الثلجية التي تعرفها المنطقة حالياً. تقرير عبد اللطيف بن طالب. مختلف هذه الشاحنات تستعد لتحميل شحنات من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية قصد توزيعها على سكان دواوير المناطق القروية والجبلية، دواوير تضررت بسبب التساقطات المطرية والثلجية القياسية. 10,000 أسرة بإقليم تارودان ستستفيد من هذه الإعانات موزعة على 4,000 أسرة بدواوير تابعة لجماعات تبقال وأهل تفنوت وإيجيدي، و3,000 أسرة أخرى بدواوير جماعات تيجوغا وأونين، و2,000 أسرة بجماعات تويلت وأسكاون، و1,000 بجماعة إيميل مايس. أطقم بشرية وآليات لوجستيكية على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات في الدواوير والمناطق النائية، إذ ستستفيد الأسر من الدعم الإنساني من خلال توزيع مواد غذائية وأغطية وتقديم الدعم الاجتماعي وأيضا تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية. بلاغ صادر عن مؤسسة محمد الخامس للتضامن أكد على تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإطلاق عملية مساعدة عاجلة لفائدة السكان المتضررين من موجة البرد الحالية والتساقطات الثلجية، خصوصا في أقاليم زاغورة وورززات وتارودانت، والتدخل عن قرب لدى الساكنة لا سيما على مستوى الدواوير الجبلية والنائية. وطنيا دائما، حملة تحصيصية في المحطة الطرقية بالعيون نظمت لفائدة الركاب والسائقين المهنيين حول أهمية احترام قانون السير وإجبارية وضع حزام السلامة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يتم تخليده في 18 من فبراير من كل سنة. روبورتاج لعبد اللطيف بن طالب. هؤلاء سائقون مهنيون يشكل الطريق جزءا كبيرا في حياتهم، ما يستدعي توعيتهم الدائمة بأهمية الانضباط لمختلف قوانين السير، مثل إجبارية وضع حزام السلامة داخل الحافلات وعدم تجاوز العدد المسموح به للركاب. شعار حزام السلامة إجباري داخل الحافلات، وهذا الشعار هذا تتجلى الأهمية القصوى اللي أصبح الجميع يحس بها، وهي أهمية حزام السلامة للركاب داخل الحافلات. هذه الحملة تأتي تنفيذا للمخطط الوطني للمراقبة وتنزيلا لبرنامج عمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وانسجاما مع الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية إلى غاية 2026. حملة خاصة يعني لمدة 3 أيام من أجل يعني التواصل مع السائقين ومع الراكبين على حد سواء، وكيبقى أن الهدف من تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية هو تكون فرصة من أجل الوقوف على ما تم تحقيقه. حملة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في العيون لم تستثن مرتادي المحطة الطرقية، بهدف تحسيسهم أيضا بضرورة الالتزام بقوانين السلامة الطرقية عند استعمالهم وسائل النقل، فكانت الفرصة لتذكيرهم بأهمية الالتزام بها. ننتقل مشاهدينا إلى مدينة بوعرفة، حيث نظمت مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة نزلاء السجن المحلي بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمندوبية الأقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ببوعرفة وعدد من فعاليات المجتمع المدني. أمين الصياد في المتابعة. هنا في مدينة بوعرفة، نزلاء السجن المحلي تنفسوا السعداء بعد استفادتهم من قافلة طبية متعددة التخصصات. المبادرة نظمتها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
هذه المناسبة نشكر كل من ساهم في إنجاح هذه القافلة، سواء من جمعيات أو مؤسسات ناشطة داخل المجتمع المدني بالجهة. بالنسبة للبرنامج الذي وضعناه مع مؤسسة محمد السادس تشمل فقط سجون المنطقة الشرقية. عندنا بداية الآن مع بوعرفة، من بعد غادي يكون عندنا السجن ديال مدينة وجدة، ثم بركان، ثم جردة. المبادرة تندرج في إطار العناية التي توليها المؤسسة للجانب الصحي للنزلاء والرعاية الشاملة للبعد الاجتماعي لهذه الفئة بصفة عامة. استفاد منها أكثر من 700 نزيل بهذه المؤسسة السجنية. أنا دوست على طب العيون، وكنشكر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وكنتمنى هذه البادرة تتعاود مع مرة بحال هذا الشكل. في الأخير يبقى تقديم خدمات الرعاية الصحية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية خطوة تهدف إلى تمكينهم من حقهم الأساسي في الصحة والتطبيب في احترام تام للمواثيق والنصوص القانونية ذات الصلة في المجال الصحي وحقوق الإنسان. وفي الختام، قضى مجموعة من الفنانين العراقيين عطلة نهاية الأسبوع في رسم تصوراتهم عن الزلازل المدمرة التي ضربت سوريا وتركيا قبل أسبوعين، لإظهار ما خلفه الزلزال من خراب ومآس في البلدين. أنا حاجي في المتابعة. هنا مرسم الغدير للفنون التشكيلية، أنامل مبدعة ارتأى أصحابها رسم لوحات فنية تحمل بين ثناياها مشاهد مؤلمة خلفها الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أسبوعين. هذه اللوحة إحدى المشاهد التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي لأب أبى ترك يد ابنته التي فارقت الحياة تحت الأنقاض، يتشبث بيد فلذة كبده. حقيقة هو إيصال الرسالة مثل ما قلت، الأكبر عدد ممكن من الناس الموجودين بالمكان والتفاعل معهم، والتفاعل معهم بطريقة جمالية، بالإضافة إلى إيصالها للعالم حتى نسلط الضوء على هذه المأساة، وإن أمكن يعني توفير بعض المساعدات لهذه العوائل أو الناس المنكوبين. لوحات تحكي قصة فاجعة مؤلمة خلفت أضرارا جسيمة وحزنا عميق، هي فكرة يبتغي من خلالها الفنانون جمع التبرعات للمنكوبين. فالفن رسالة إنسانية يحاكي من خلالها الفنان الأحداث التي يعايشها في الواقع ويوصلها للعالم. لذلك مشاهدينا نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.